صباح الخير سيادة الرئيس. الحقيقة أنا يعني طول عمري بقف على المسرح ده بعمل لقاءات مع أساطير ونجوم، بس اتعلمت كتير لأن الحقيقة قادرون باختلاف هم النجوم وهم الأساطير. بشكرك يا فندم على الشرف ده. جاي النهاردة أقدم نجم كبير 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 قوي. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا أستاذ سيف. صباح الخير يا ريس. قدم نفسك بقى. أنا علي محمد علي، عندي 21 سنة، بطل سباحة في مركز شباب الجزيرة، ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وطالب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكمان بحب الكورة وبحلل الماتشات. يعني ممكن تحلل معانا في الاستوديو؟ إن شاء الله. طب وحازم إمام وفاروق جعفر وميدو وأحمد حسن هيعملوا إيه؟ هنقعدهم في البيت. طب وانا هعمل ايه؟ انت حبيبي هتشتغل معايا طبعا. طب الحمد لله ان انا هشتغل معاك. الحمد لله. امنيتك ايه؟ ان ابقى مذيع. ده انا حلم ابقى مذيع يا ريس والله. لازم ان شاء الله باذن الله. يا علي يا علي، ده حاجه جميله جدا ربنا يخليك يا ريس. بس كان ممكن قوي ان احنا نشوف فقره كده عن احد ماتشات كاس العالم اللي فات وتقول لنا فيها كلمه، ويبقى احنا كده قدمناك للدنيا كلها، مش كده يا علي؟ طب بعد اذن حضرتك يا ريس سيب لي بقى القصه دي. طيب احنا دلوقتي في اقوى استوديو قدامكم، مين لعب الفاينل في كاس العالم؟ لعب الفاينل؟ ميسي. وفرنسا عملت ايه؟ قدمت ماتش للتاريخ طبعا. يعني مين اللي غايب من فرنسا؟ بوجبا وكانتي. تاريخي اسطوري. الحقيقه انا يعني بشكر علي جدا، وعايز احكي لحضرتك قصه كده حصلت في الكواليس. امبارح علي سألني هو وكل الزملاء اللي موجودين، هو احنا ممكن نحلم؟ هي مصر فعلا كبيرة؟ فكان الرد الحقيقة تاريخي، كان الرد ان احنا ممكن نحلم. مصر بلد كبيرة جدا جدا جدا. مصر في الكورونا عدت بفضل حضرتك الى بر الامان. مصر استقبلت 50 بطولة في كاس العالم. مصر استقبلت كاس عالم في كورونا، في عز ما العالم كله قفل ببانه مصر كانت فاتحة بابها. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا. قادرون باختلاف طول ما حضرتك موجود، هم إن شاء الله بإذن الله هيحققوا كل أحلامهم وطموحاتهم. بشكركم إن شاء الله بإذن الله أشوفكم السنة الجاية وكون موجودين مع حضرتك على ألف خير. يا أستاذ سيف، مصر بتعدي وبتنجح بفضل الله، بفضل الله، وتبقى قد الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم تبقى لازم نعرف كده يعني. ان شاء الله باذن الله تبقى قد الدنيا بفضل الله. وبنشكر حضرتك تاني على جبر الخواطر، ربنا يديك الصحه ويخليك لينا. بشكرك يا فندم. بشكركم. قول يا علي قول. طب استنى، انت عايز قول. استنى، انت عايز تعمل حاجه دلوقتي انا هخليك تعملها عشان الناس تعرف ان انت معلق كبير. هتقدم مين دلوقتي؟ هنقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. تفضل.